بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب السعادة، سيدات والسادة، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لي في البداية أن أرحب بكم وأن أهنئكم بقرب حلول شهر رمضان المبارك، أعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات، ونسأل الله أن يتم علينا صيامه وقيامه. كما نهني أنفسنا جميعا بقرب زوال جائحة كورونا وعودة الحياة الطبيعية، ونهني ونبارك للقيادة الرشيدة حفظها الله نجاحها في إدارة هذا الملف، حتى أن التجربة السعودية أصبحت مثار الإعجاب إقليميا ودوليا. الحضور الكريم، في مثل هذا الوقت من كل عام نلتقي بكم نستعرض الدورة البرامجية الرمضانية التي حرصنا أن تلبي مختلف الشرائح العمرية ومختلف الاهتمامات، لكن القاسم المشترك بين هذه البرامج كلها تركيزها على المحلية وتطوير المحتوى فكرة ونصا وإنتاجا. وأنا في الحقيقة ودي بهذه المناسبة أشكر زملائي وزميلاتي منسوبي هيئة الإذاعة والتلفزيون الذين يعملون على مدار الساعة لعمل نقلة نوعية في المحتوى، كما أشكر المؤسسات والشركات التي نتعامل معها في الإنتاج، ونحرص أن نتعامل معهم كشركاء وليسوا عملاء، لأننا نؤمن أن الشراكات هي الديمومة والنجاح. في هذه الدورة الرمضانية التي بدأناها مبكرا حرصنا على أن تكون على 4 مسارات: المسار الروحاني والإنساني والترفيهي ومسار المسابقات الرمضانية، ووضعنا جدول البرامج الرمضانية والإذاعية بما يتوافق مع هذه المسارات، وأيضا حتى في التوقيت بما يتوافق معها.